السلام عليكم. لا يفهم العرب إلا لغة القوة، والضعفاء سرعان ما ينهارون. لا يمكن لأحد أن يحترمك في هذه البقعة من العالم إن لم تكن قوياً. أنت لست مطالباً بشرح موقفك فقط، عليك أن تكون صاحب قوة. كلمات جاءت في سياق نصح على لسان ديفيد فريدمان سفير أمريكا لدى إسرائيل، ونقلتها صحيفة هارتس العبرية العام الماضي. إذن في هذه البقعة الجغرافية من العالم تتجاور 22 دولة عربية، وتتفجر مئات الآبار بالذهب الأسود، وتكتنز أطناناً من أحدث الأسلحة، وأسراباً من آخر ما أنتجته مصانع الطائرات، وملايين من الجنود، وسفناً حربية، وأجهزة مخابرات، وأموالاً لا تلتهمها النيران. كل هذا لدى العرب وأكثر، لكنه لم يغنهم من ضعف، ولم يصنهم من هوان حالهم، وهم يتسابقون على كسب ود العدو البعيد لحمايتهم من العدو القريب. لماذا العرب ضعفاء؟ ومتى بدأ مسلسل الضعف؟ حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. يجمعهم الكرم والنخوة وإغاثة الملهوف والغيرة والشرف والنسب الرفيع، لكن قد تفرقهم لعاعة من الدنيا لتشتعل الحرب بينهم عشرات السنين كحرب البسوس. إنه حال العرب في الصحراء والمدن إلى أن جاء الإسلام فهذب القيم وتم مكارم الأخلاق وارتقى بالقوم حتى سادوا الأمم وفتحوا البلدان. ودار الليل والنهار وتحركت عقارب الساعة، وعاد العرب إلى النزاعات والفرقة من جديد، على الرغم من توفر جميع مصادر القوة الاقتصادية والموارد البشرية واللغة المشتركة والتاريخ والدين، إلا أن ذلك أصبح عامل ضعف وتفرق بدل أن يكون مصدر قوة ورفعة. تمتلك الدول العربية ثروة نفطية هائلة تمكنها من تغطية جميع نفقاتها والعيش في بحبوحة من الترف، بالإضافة إلى الزراعة التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، ناهيك عن المعادن وغيرها من الثروات والموارد البشرية التي تمكن الدول العربية مجتمعة من تشكل جيش يصل تعداده إلى نحو 4 ملايين مقاتل، بالإضافة إلى الترسانة العسكرية الكبيرة وامتلاك المنافذ الاستراتيجية على البحار والمحيطات. لكن كل ذلك يتلاشى أمام ما توصل إليه التقدم العلمي والعسكري في العالم، والذي جعل الدول العربية في ذيل القائمة بمضمار التقدم العلمي، وهو ما شكل تبعية وحاجة ماسة ودائمة إلى ما ينتجه غيرهم، سواء كان ذلك بتخطيط الأعداء أو بغفلة العرب وركونهم. مراقبون أكدوا أن وفرة الموارد بأنواعها في الدول العربية لا يعني بأي حال من الأحوال أن تلك الدول قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها، ما دامت هناك قوى تمتلك النفوذ والسيطرة عليها، لا سيما مع وجود طبقات حاكمة تخدم أجندات تلك القوى وتسعى لاستمرار حالة الضعف العربي وعدم السماح لأي فرصة للنهوض من جديد. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الأساتذة عبد الله تركماني، الباحث في مركز هارمون للدراسات المعاصرة، وعبر سكايب من الكويت فيصل الحمد الأكاديمي، وعبر سكايب أيضا من سويسرا في مدينة لوزرن حسام الشاذلي، مستشار سياسي واقتصادي دولي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا من الاستوديو أستاذ عبد الله، يدور الحديث عن حالة ضعف وتردي وهوان عربي، ويعني يتشعب في ذلك الكثيرون في الحديث عن هذا الموضوع، لكن ربما يكون لازما الحديث عن مظاهر هذا الضعف. كيف يتبدى لك الضعف العربي واقعاً عملياً؟ يعني بدايةً أولاً أشكرك على دعوتي وتحياتي إلى المشاهدين الأفاضل. أهلاً وسهلاً. يعني بدايةً لابد أن أقول بأن أي أمة من الأمم لا تتعاطى مع مواردها الاقتصادية والبشرية وواقعها الجغرافي تعاطٍ يعني إيجابي مجدي فنتيجتها الضعف. إذن النقطة الأساسية عدم تعاطي الأمة العربية والدول العربية والسلطات العربية مع الموارد المتوفرة
الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. يعني مثلا أجلب مثال فيما يتعلق بالموارد البشرية، الآن هجرة الكفاءات العربية إلى الخارج، كثير من طلابنا يذهبون إلى أوروبا وأمريكا وغيرها، وجزء كبير منهم لا يعود. أي مثلا كيف تتعامل السلطات أو السلطات العربية مع مورد بشري مهم جدا؟ لكن لو أذنت لي دكتور أستاذ عبد الله، يعني الآن أنت ربما تتحدث، ذهبت سريعا ربما إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الضعف، لكن لو حدثتنا بداية يعني حتى يعني نحصل على إجابة عن السؤال، مظاهر هذا الضعف وخاصة الضعف السياسي الذي ربما يكون هو أصل كل ضعف ينسحب على سائر نواحي الحياة، مظاهر هذا الضعف كيف تجلت لك عند يعني العرب؟ مظاهر الضعف طبعا عديدة جدا. نعم. يعني مثلا كيف يتعامل العالم العربي الآن مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية للشعوب العربية؟ هذا واضح تماما، يظهر من خلاله الضعف العربي، ليس اليوم فقط، إذا شئنا منذ سنوات بعيدة. وإذا أخذنا مثال على ذلك، مثلا مؤتمر المنامة الأخير، الإعداد لما يسمى صفقة القرن، ما هو الموقف العربي الحقيقي ليس مجرد إعلان؟ لكن في السياق هذه نفسه أستاذ عبد الله، هل يملك العرب أن يكون لهم موقفا ذاتيا؟ بمعنى هل القرار عند العرب قرار عربي أم قرار خارجي؟ وهذا ربما يدخل في صلب الموضوع، يعني الحديث عن القرار. يعني هو كما ذكرت في البداية، أنا عندما تكون أصلا سلطات الدول العربية أو أغلب الدول العربية ليست نابعة شرعيتها من شعوبها، من الطبيعي أن تتصرف كما تشاء هي بعلاقاتها، إن كان مع الخارج أن تقبل بالإملاءات الخارجية ولا تعطي أهمية لشعوبها. ومن هنا قلت، لأنه أنت لما تكون سلطة لا تنبع من شرعية حقيقية في داخل بلدانها، لا تتعامل مع مواردها البشرية والاقتصادية ضمن إطار ما يسمى بالحوكمة الرشيدة. اليوم أين نحن في أغلب الدول العربية من قيم ومبادئ الحوكمة الرشيدة التي تقتضي الشفافية والمحاسبة والمراقبة وغيرها من القيم؟ نحن هذه لا توجد. نحن اليوم صانع القرار العربي للأسف كثيرا ما تكون مواقفه ارتجالية، بينما اليوم الدول التي تحترم نفسها يعتمد صانع القرار فيها على مراكز بحوث وما تقدمه من استشارات ومستشارين مختصين، بينما نحن للأسف كثير من سلطات بلادنا العربية تضع الاستشارات التي يقدمها بعض المستشارين في سلة المهملات، أو تجلب أولئك المستشارين الذين يهزون رأسهم ويقولون وي وي لكل شيء. يعني ماذا يريد هذا طيب يعني لو أذنت لي أن أذهب إلى لوزيرن، مدينة لوزيرن في سويسرا، مع الأستاذ حسام الشاذلي، يعني تحدث عن ما بدا له الأستاذ عبد الله تركماني في الاستوديو، ما بدا له بعض مظاهر الضعف العربية. صراحة أنا يعني إذا صح التعبير نفسي لم تشبع من الحديث عن هذه المظاهر. هل لا يمكن أن تحدثنا عن مزيد من مظاهر الضعف حتى تتوضح الصورة، ثم بعد ذلك لكي أسألك عن أسباب هذا الضعف؟ بسم الله الرحيم، أهلا بهذا الصبر. هو في حق الأمر يجب أن نعلم أننا نعيش في عالم لديه موارد محدودة، وأهم مظاهر الضعف هي في الحقيقة عدم قدرة الدول أن تكون مسيطرة على صناعة قرارها السياسي أو الاقتصادي. بمعنى أنه عندما تكون يعني قراراتك السياسية والاقتصادية ليست في الحقيقة مرهونة بما تريد وليست مرهونة برأي شعبك، فأنت في الحقيقة لديك أكبر مظاهر الضعف، لأن العالم ينقسم في النهاية دائما إلى فريقين، فريق يقود وفريق يتبع. وهذه هي المشكلة الحقيقية في الدول العربية. فلمدة طويلة نرى غالبية الدول العربية، إن لم تكن كلها، تسير في
يعني فلول التوابع، تسير في فلول التوابع من الناحية السياسية، فتخضع لكل القرارات السياسية التي يريدها الغرب أو يريدها المهيمن أو يريدها صاحب القوة، كما أنها تسير أيضا في فلول التوابع للقوة الاقتصادية بالرغم من مواردها الاقتصادية، فهي تخضع دائما لما يريده الطرف الآخر. فعدم قدرتك على أن تصنع قرارك السياسي والاقتصادي هو أكبر مظاهر الضعف التي يعيشها مجتمعنا العربي جميل. للأسف الشديد. جميل أستاذ حسام، يعني ما الذي أوصل العرب إلى هذا المستوى من عدم القدرة على اتخاذ القرار؟ يعني ما الأسباب التي قادت إلى هذا المستوى من الضعف؟ وطبعا هناك أسباب عديدة، لكن في الحقيقة يجب أن نعلم أنه بدأت منذ انهيار المظلة التي كانت تجمع العرب سويا. فالتكتلات التي وصل إليها العالم الآن مرة أخرى منذ يعني العديد من العقود كانت في الحقيقة ولا تزال هي السبب الرئيسي لقوة الدول. فعندما كانت مظلة الإسلام هي مظلة جامعة للدول العربية، فقد ثبت بالدليل القاطع أن الهوية بدون الدين لا تستطيع توفير الغطاء المطلوب لجمع الإنسان تحت مظلة واحدة. أضف إلى ذلك طبعا الاحتلال الفكري، فعندما انتهى الاحتلال الأرضي للدول العربية من قبل الإمبراطوريات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية وغيرها، ظهر نوع جديد من الاحتلال ألا وهو الاحتلال الفكري، الغزو الثقافي الهدام، تصدير الأفكار والمعطيات التي تؤدي إلى تقوقع هذه البلاد وإلى تدمير شبابها وإلى بعدهم عن هويتهم الأصلية، فيظهر لك في الآخر للأسف هوية يعني مختلقة، هوية مشوهة لا يمكن أن يخرج منها بأي حال من الأحوال شعب قوي أو أمة قوية. أستاذ حسام، يعني ما هذه المواضيع ربما تكون فيها الكثير من العمومية لو غصنا أكثر في هذا الموضوع، يعني عملية تشكل الدولة القطرية في المنطقة العربية، كيف نشأت هذه الدولة القطرية؟ إرهاصات هذا النشوء، إلى أي مدى هذه الدولة القطرية بالمفاهيم التي نشأت عليها وبالأنظمة السياسية التي قادتها وحكمتها أسهمت في وصول العرب إلى هذا المستوى من الضعف؟ هذا إذا كنت تتبنى هذه النظرية. في الحقيقة طبعا هذا أحد الأسباب الرئيسية، هذا هو أحد الأسباب الرئيسية للضعف التي وصلت إليه الأمة العربية. لكن في حقيقة الأمر يجب أن نعلم أن العملية القطرية قد باتت أو تطورت في مراحل متعددة. فبعد سقوط يعني الدولة العثمانية وسقوط آخر إمبراطورية إسلامية، في الحقيقة بدأ تشكيل مجموعات عديدة في دول مختلفة، سواء في تركيا وسواء في الشرق الأوسط وفي مصر، كان هدفها في الحقيقة هو تربية أجيال خاضعة تابعة للغرب بصورة كبيرة، بحيث أن يعني ظهر لدينا الفكر العلماني الغربي الذي في الحقيقة لا ينتمي للعلمانية بمفهومها الأصلي. ظهر لدينا في المنطقة الليبراليين أو الليبراليون الجدد الذين في الحقيقة لم يأخذوا من الليبرالية إلا ما هو معاد للهوية العربية والإسلامية التي كانت مصدر القوة. بات لدينا الكثير من القومية المتطرفة، معنى أننا اليوم نجد أن أحد أكبر وأهم أسباب الخلاف فكرة أن المصري مصري وأن السوري سوري وأن التركي تركي وأن العربي عربي في 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 بلده، ولكنه في الخارج لا يستطيع أن يكون أو يكون مضبوطة واحدة. في الحقيقة تم طبعا يعني تغذية هذه التفرقة بأشياء كثيرة، منها مشاكل الشيعة والسنة وغيرها والقبليات لكن في الحقيقة طبعا العملية القطرية هي عملية كان أساسها انتهاء مظلة الإسلام. فقد أثبت التاريخ بدون أدنى شك أنه لم توجد أي مظلة أخرى غير المظلة الدينية نجحت في أن تجمع البشر تحت لواء واحد سواء للحضارة والتقدم. كيف يعني أستاذ حسام؟ يعني هذا الكلام قد يناقض الواقع الذي نراه متجليا في أوروبا مثلا أو حتى نمور آسيا، يعني هذه تجمعها مصالح اقتصادية وهي قوة اقتصادية كبيرة، حتى الولايات الأمريكية 51 ولاية أمريكية اجتمعوا على مصالح استراتيجية، اجتمعوا على مصالح اقتصادية، اجتمعوا على لكنهم لم ينجحوا يا
دكتور جهاد، في الحقيقة احنا عندما ننظر النهاردة لأهم تكتل يمكن على أساسه قياس هذا هي المجموعة الأوروبية. المجموعة الأوروبية نحن نتعامل مع تكتل ضعيف مريض يعاني من، يعني لدينا مثال واضح جدا البري إكزيت وخروج بريطانيا، لدينا مشاكل في اليونان ومشاكل في إيطاليا ومصائب في ألمانيا وغيرها. في الحقيقة التجمعات الاقتصادية المبنية على المصالح فقط بدون هوية أيضا تعاني من مشاكل على المدى الطويل، وهناك الكثير من الأبحاث والدراسات التي تشير إلى إمكانية تفكك المجموعة الأوروبية وهبوطها. لكن في نفس الوقت عندما ننظر لهذا المثال يجب أن ننظر لعدد السنين التي كانت فيها الدولة الإسلامية موجودة ومدى نجاحها، ومقارنة الأمراض التي تواجدت في المجموعة الأوروبية الموجودة اليوم والأمراض التي تواجدت آنذاك. ففي الحقيقة نحن يجب أن نقيس دائما هذه التكتلات على مر عقود طويلة. نعم، طيب دعني أتحول إلى الكويت لأسأل أستاذ فيصل، يعني منذ متى بدأ مسلسل الضعف العربي؟ أو دعني أكون أدق، يعني هل كان العرب يوما ما أقوياء ثم انتابهم الضعف؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذه الأمة العرب ما وحدهم إلا الإسلام، وما قامت شوكتهم إلا بالإسلام. ولعلنا نستذكر وفد بنو شيبان لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حدثهم عن الإسلام قالوا لعل هذا الأمر الذي تدعون إليه يا رسول الله مما تكرهه الملوك، لأنهم فهموا حقيقة بأن الإسلام هو أمر شامل وأمر سيغير كل مناحي حياة الإنسان وكذلك مناحي حياة المجتمع في ذلك الوقت. فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يقوم بالأمر إلا من كافة الجوانب. يا أخي أنا أقول أرجع كيف شخصية الإسلامية والعربية هبطت إلى هذا المستوى الذي نعيشه الآن. ربعي بن عامر لما وقف أمام رستم فسأله فقال إنما جئنا لنحول العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أساساً طيب من بداية أستاذ فيصل، يعني أرجو المعذرة صوتك لا يصل واضحا، نحتاج إلى معاودة الاتصال بك، سأعود إليك بعد قليل. أعود إليك هنا في الاستوديو أستاذ عبد الله. يعني تحدث ضيفنا من لوزرن في سويسرا وقال، تحدث عن قضية القطرية، البعد القطري، وإلى أي دور لعب دورا في عملية إضعاف الأمة العربية. ثم تحدثنا ضيفنا في الكويت عن موضوع الإسلام، المظلة العقدية، الهوية الإسلامية التي لم تقم للعرب قائمة بحسب ما فهمنا منه إلا بهذه الهوية. إلى أي مدى تتفق مع هذين الطرحين، أم أن لديك طرح ثالث آخر يؤصل الأسباب؟ يعني مع احترامي للأستاذين الفاضلين، أنا أنطلق في الحقيقة من قول الإمام الشافعي، قد يكون رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب. قد يكون رأيي صحيحا، نعم. فمبدئيا أنا في الحقيقة لا أتفق مع الزميلين الفاضلين، لأنه نحن أبناء الحاضر. يعني العودة دائما إلى الماضي واعتباره هو المثال النموذجي الذي يجب أن نحتذي به في حضرنا، أعتقد منهجيا خطأ المسألة. نحن أبناء الحاضر. أين الصواب؟ الصواب لو أذنت لي دكتور، يعني هو الحقيقة لا نتحدث عن كيفية الوصول إلى القوة الذي سنبحثه هذا بعد الفاصل، لكن في الأسباب، هل العرب ضعفاء لأنهم غادروا هويتهم الدينية، أم أنهم كما قال الأستاذ فيصل، أم لأنهم أغرقوا في الانتماء القطري؟ أين هي المشكلة؟ هذه النقطة التي لم يشر لها الزميلان الفاضلان، وهي أننا نحن بعد نيل استقلالاتنا الوطنية دعينا حكوماتنا الوطنية في ذلك الوقت، ادعت بأنها ستبني الدول الوطنية الحديثة. فشل بناء الدول الوطنية الحديثة، ومن ثم فشل المحاولات الوحدوية أو الاتحادية بين الدول العربية، هذا سبب رئيسي. نحن يعني أخذنا من مظاهر الحداثة شكلها، سيارات وغيرها من وسائل الحداثة، ولكن في بنانا السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقينا متخلفين عن الحداثة وعن هذا العصر. ثم كيف تعاملنا مع مواطني شعوبنا؟ يعني كان المواطن يعني في أغلب الدول العربية نحن كنا مجرد رعايا في أوطاننا، بمعنى وأعود إلى الفكرة الأساسية التي قلتها منذ البداية، عندما أمة من الأمم لا تتعامل مع مواردها البشرية والاقتصادية بجدية وبإنتاجية وبتقدير لها، فالنتيجة يكون الضعف. المسألة الأساسية هنا تكمن، مع احترامي طبعا يعني الهوية والثقافة لها دور كبير في تكوين الأمم لا شك، ويجب نحن أن نعتز بهويتنا، ولكن ليست هنا المسألة الأساسية، ليست المشكلة في البعد عن الإسلام التي أورثتنا حالة الضعف، هذا الذي فهمته منك. طيب أريد أن أعود لو أذنت لي إلى الكويت. يعني لدينا رأي آخر أستاذ فيصل، هو يعني يعبر عن احترامه لرأيك، ولكن هو لا يرى أن المشكلة في ابتعاد العرب عن الإسلام ووصولهم كسبب بهذا يعني إلى حالة الضعف التي يعيشونها. يعني أنت عطفا على ما تفضلت به الإسلام، يعني هذا قد يكون كلاما عاما، متى ابتعد العرب عن الإسلام؟ متى بدأ مسلسل الضعف؟ يعني هذا أمر عام، يعني علاقة العرب بالإسلام مضى عليها أكثر من 1400 عام، متى ضعف العرب؟ لا شك أنه يعني ده هو دورته، هو خير اللي معك في الاستديو، نتب على الحرية، حرية الإنسان، إن لم تتحقق حرية الإنسان فلن يتقدم ولن تتقدم شيء. الأمة فقدت حرية وبدأ الاستبداد بدأ هو حكم المتواضع من بعد انتهاء الخلاف الراشد في علي بن طالب كرم الله وجهه، تحول أرجو المعذرة أستاذ فيصل، أرجو المعذرة، يعني الصوت لا يصل واضحا، لم أتمكن من فهم ما تريد أن تقوله، سأذهب إلى فاصل الآن، هذا فاصل قصير نعود بعده للحديث عن مصادر القوة المفترضة عند العرب. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن العرب بين الضعف والقوة. أذهب إلى لوزرن في سويسرا. أستاذ حسام، هل الضعف عند العرب هو ضعف ذاتي، ضعف جيني، بمعنى أن العرب لا يمكن أن يكونوا أقوياء لاعتبارات جينية، لاعتبارات المورثات التي يحملونها وهي تتعلق بطبيعتهم التي تشغلهم بالتصارع الداخلي والتنافس البيني؟ يعني هل هذا هو السبب أم أن العرب هم ضعيفون يعني لسبب طارئ؟ طبعا يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لدينا مشكلة جينية، لأن الحقيقة يعني إذا نظرنا للتاريخ مرة أخرى فسنجد أن حتى مظاهر الضعف والحروب والانقسامات والقتل وغيرها كانت متفشية بصورة كبيرة جدا في أوروبا وفي العالم الغربي وفي غيره، وأن يعني الحروب التي تمت إبادة الملايين فيها وكانت يعني من أكثر الحروب الوحشية وغيرها هي في الحقيقة ترجع دائما إلى الغرب وليست إلى الأمة العربية أو الإسلامية. لكن يجب أن نفرق دائما بين شيئين أساسيين، ألا وهما مصادر القوة ومن ضمنها الموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية وغيرها، والتقنية والآليات المطلوبة لكي يتم تفعيل هذه القوة ولكي تستطيع الأمة أو الدولة أو التكتل أن يعني يستفيد من هذه الموارد فيصل إلى الغاية. يجب أن نفرق بين هذا، فإذا نظرنا
إلى هل العرب بطبيعتهم هم ضعفاء؟ طبعا لا يمكن أن يكون هذا، بالعكس التاريخ أثبت، وأعود مرة أخرى لفكرة الهوية، يجب أننا يعني يجب دائما أن نعلم أن دراسة التاريخ هي من أهم المعطيات التي يقوم بها الباحثون من أجل أن يعني يخططوا للمستقبل. فعندما نتحدث عن فكرة الهوية وكيفية إنشاء التكتل، نحن في الحقيقة نتحدث عن المستقبل ولا نتحدث عن الماضي، بمعنى أنه عندما قام الغرب بتأسيس الفكر العلماني بفصل الدين عن الدولة، عندما كانت هناك مشكلة كبيرة في الكنيسة وفي علاقتها بالمجتمع، وجد المجتمع الغربي نصف الحل في ذلك، بمعنى أنه استطاع أن يجتمع على آليات اقتصادية وسياسية ومصالح ومنافع مادية، استطاع على أساسها أن ينشئ مجتمع هو مادي في غالب. ولهذا بالرغم من التقدم الاقتصادي ومن التقدم السياسي والديمقراطي وغيره، يعاني المجتمع الغربي اليوم من جميع أمراض المجتمعات التي لها علاقة بالنصف الآخر الذي لم يستطيع أن يحل مشكلته بسبب بعده أو عدم تمكنه من إيجاد هوية دينية واضحة. يعني يمكنني أن أعطيك مثالا واضحا يا دكتور، بأنه مثلا في إحدى في سويسرا مثلا، وهي دولة متقدمة على جميع الأصعدة، هناك مشاكل كبيرة جدا في الروابط الاجتماعية، هناك مشاكل كبيرة جدا في مستويات الطلاق، هناك مشاكل كبيرة جدا في الأمراض النفسية والأطفال والمخدرات، وهذه كلها تعود إلى هذه المنطقة. عندما تحدثت على فكرة الهوية الدينية والمظلة التي وفرها الإسلام في وجود الدولة الإسلامية، كان الإسلام يقوم بوضع القواعد الأساسية التي تؤدي إلى إكمال النصف الآخر، وجود دولة اقتصادية سياسية عسكرية قوية إضافة إلى مجتمع صحي قوي. هذا كلام جميل أستاذ حسام، لكن ضيفنا في الاستوديو يقول: ألا ينبغي، ألا يمكن للعرب أن يبنوا قوتهم بمعزل عن الإطار الإسلامي، عن الخيمة الإسلامية، من دون أن يتخلوا عن الإطار الإسلامي؟ مش بمعزل عن الإطار الإسلامي، هو ماذا ستكون هي الهوية؟ السؤال يجب أن يكون ما هي الهوية؟ عندما جاء هؤلاء من تحدثوا عن القومية العربية يعني لدينا أفكار، لدينا أمثال واضحة وأمثلة واضحة مثل جمال عبد الناصر وغيره، نحن نتحدث عن الفشل بكل صور. يجب علينا عندما نحاول قياس التغيير، لأن التغيير هو العامل الأساسي في المقدرات السياسية للأمم، يقوم التغيير دائما على القوى والمعطيات. ففي الحقيقة عندما نتحدث أننا يجب أن نبني نفسنا، أنا لا أتحدث عن الإسلام كإسلام فقط، أنا في الحقيقة أدرس معك بصوت عال التاريخ وما حدث والمعطيات، لكن نحن نتحدث على الهوية. يجب أن يكون لديك هوية قوية تستطيع على أساسها أن تبني مجتمع وتكتل لديه من الأخلاق والمواثيق ما يمكنه أن يتعايش وينجح. طيب، فممكن حضرتك تقول لي ما هي الهوية البديلة؟ أعتقد أن الهوية العربية أو الحديث عن القومية العربية تحول إلى كذبة وإلى يعني تضييع وقت. طيب، سنسأل ضيفنا في الاستوديو عن الهوية البديلة إذا ما كان عنده هوية بديلة، لكن قبل ذلك أذهب إلى الكويت لأسأل فيصل، يعني أي أثر أو أي نتيجة يمكن أن يؤدي إليها الضعف العربي الراهن؟ ما المستقبل الذي ينتظر العرب إذا ما استمر مسلسل ضعفهم هذا؟ هل سيتجهون إلى مزيدا من الضعف، أم أنهم يعني سيستيقظون في النهاية لكي يمتلكوا وسائل القوة؟ عفوا، يجب أن نأخذ الآن الوضع الحالي يبرر أو يعطينا نظرة للمستقبل. الآن كل الحكومات اللي موجودة على أرض الواقع ليس لها من أمرها شيء، هي إملاءات تأتيها وتقوم بتنفيذ هذه الإملاءات، أي جميع بلا استثناء، لا لدرجة أنه الآن يمكن لاحظ اللي قاعد يصير في منطقة الخليج العربي، ويمكن الآن كل المشاكل وكل الضرب موجود في منطقة الخليج العربي، بعد ما انتهوا من شبه أنه بدأوا يصفون القضية السورية والعراق وما إلى ذلك، رجعوا إلى هذه المنطقة الآن. يا أخي، نحن الآن في الخليج لا نملك من أمرنا شيء، حتى الموارد الاقتصادية التي يتحدث عنها الإخوة لا نملك منها شيء مطلقا.
هي تبرمج، ومع الاسف حتى في الايام لعلكم شاهدتم كذا مقطع في اليوتيوب عندما ياتي ترامب وقاعد يبتسم ابتزاز واضح وعلني بلا حياء، والجانب الاخر متنازل بعده بعد الحدود. لكن ما هو المستقبل؟ المستقبل الذي حقيقه نراهن عليه الان هو انه نخرج من هذا من هذه الحلقه المفرقه، من الأزمة الفكرية، الأزمة العقائدية التي نعيشها. احنا ما عندنا مشكلة في إدارية، ولا عندنا مشكلة بشرية، ولا عندنا مشكلة طيب أستاذ فيصل، جيد ما ذكرته، لكن أريد لماذا سألتك عن المصير الذي ينتظر العرب في حال استمرار مسلسل ضعفهم هذا؟ أريد حقيقة أن أربط هذا السؤال بما قاله ديفيد فريدمان وزير خارجية أمريكا لدى الكيان الصهيوني في فلسطين، عندما قال إن الضعفاء سرعان ما ينهارون. الآن وزير الخارجية الإسرائيلي يتجول في العواصم العربية، في أكثر من عاصمة عربية كان حلماً لمسؤول إسرائيلي أن يزورها وأن تضعها أقدامه. هل هذا هو الانهيار الذي تحدث عنه فريدمان العام الماضي عندما قال الضعفاء سرعان ما ينهارون؟ والله يا أخي رب ضارة نافعة. الآن يعني السلطة اللي موجودة في المنطقة عموما، السلطات اللي موجودة في المنطقة فقدت شرعيتها، فقدت احترامها لدى الشعوب. هذا قد يكون باب أمل للخروج من الأزمة التي نعيشها، لكن كذلك يجب أن ينبري لهذا الهدف المثقفون والدعاء والعلماء من كافة التوجهات. يعني أنا لا أختلف حقيقة مع الأخ اللي عنده توجه قومي أو توجه إصلاحي أو أي توجه إسلامي. يجب أن نتوحد ونخرج هذه الأمة من أزمتها الحالية، من الحلقة المفرقة التي تدور فيها. يجب أن نخرج منها، وإلا ستبقى هذا المسلسل سيستمر وليس لا تتوقع أنه يعملون والله اليوم. طيب أستاذ فيصل، الخروج من حالة الضعف التي تتحدث عنها والوجوب الذي يتوجب على العرب ربما يستلزم الحديث عن الكيفية والآليات، وهذا سنبحثه في المحور الأخير من الحلقة. لكن قبل ذلك أريد أن أسأل أستاذ عبد الله، ما مصادر القوة عند العرب إذا لم يكن ضعفهم جينيا؟ ما مصادر القوة أو وسائل القوة التي يمتلكونها؟ ما في شك في عناصر قوة موضوعية قائمة. يعني اليوم لما تشوف أمة عدد سكانها 400 مليون حوالي أو يزيد قليلا، لما تشوف أمة تمتد على قارتي آسيا وأفريقيا وقريبة من أوروبا، الموقع أقصد الجغرافي، لما توجد حتى الكفاءات العربية الغير مستخدمة للأسف كما يجب، عدد الخريجين الجامعات، الموارد الاقتصادية. اليوم نحن بموارد الطاقوية الموجودة في منطقتنا مهمة جدا، حتى الإمكانيات الزراعية في المنطقة متوفرة، يعني العقول متوفرة، ولكن للأسف كما ذكرت سابقا إدارة هذه الموارد بسبب هذه السلطات التي لا تتعامل مع مواردنا بشكل مجدي فرطت بهذه العناصر القوة الأساسية. وأي أمة من الأمم الحقيقة أستاذ عبد الله، يعني هذه مصادر القوة التي تحدثت عنها، المراقب كما لو أنه يلحظ أنها تستثمر ضد العرب ليس في صالحهم. يعني ثمة من هو يعادي العرب يستثمر هذه المصادر القوة لضرب العرب وتمزيقهم أكثر. ولكن من يسهل لهذا الخارج بأن يستخدم هذه القوى العربية ضد مصالح هي في الحقيقة المسؤولية الأولى على سلطات الاستبداد الموجودة في المنطقة العربية التي لا تفتح المجال لشعوبنا من أجل بالفعل أن تساهم وأن تشارك في بناء مجتمعاتنا. نحن كمواطنين للأسف في أغلب الدول العربية مهمشين، نحن مجرد رعاية، وبالتالي هذا سبب رئيسي. وإلا ما هو دور السلطات في أي دولة؟ دور السلطة بالفعل أن بمعنى توفر الأمن والاستقرار والتقدم لشعوبها. نحن في منطقتنا نلاحظ بأن السلطات إما عائلية أسر حاكمة أو أنها طوائف
أو أنها عشيرة معينة. نحن الدولة الوطنية الحديثة لم تبنى في 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 أغلب الدول العربية، لم تكن يعني لم نحصل بعد على دولة المواطنين الأحرار الذين يساهمون جميعا في تقدم مجتمعاتهم وفي توظيف عناصر القوة من أجل شعوبنا ومن أجل تقدمها. هذه هي المسألة. ولكن إذا تسمح لي دقيقة واحدة يعني فيما يتعلق بالأستاذ حسام، يعني أنا مع احترامي لكل الآراء عمليا، ولكن يعني اليوم الحديث عن الهوية كأنها هويات ثابتة للأمم أو الشعوب هذا خطأ كبير. يعني الهوية متحركة؟ الهوية متغيرة أيضا مع تغير الزمن. كيف تتغير الهوية؟ اليوم مثلا اليوم الوسائل التي نستخدمها، وسائل التواصل الاجتماعي ما وفرته العولمة من تطور ألا يغير في هويات ليس نحن العرب والمسلمين فقط، كل العالم عمليا في تغير في الهويات. ما في شك ما في شك حتى تغير في الأفكار أم في الهويات؟ لأن الهوية ثابتة لا تتغير. لا 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 لا، الهويات عمليا متغيرة مع الزمن. اليوم هوية العربي اليوم في القرن 21 ليست هي هويته عندما كان جمال عبد الناصر. اليوم نحن نبحث في أقطارنا العربية على وحدة القطر المهددة في التفتت كما يحصل في سوريا وكما يحصل ربما في العراق. تتحدث عن المزاج أستاذ عبد الله. لا لا مش مزاج، يعني اليوم اليوم مثلا أنا كسوري شفت كنت سابقا عندما أسأل أقول أنا عربي سوري، يعني العروبة بالنسبة إلي قبل السورية، بينما الآن بعدما حصل في بلدي ما حصل وبعدما وقف للأسف أغلب العرب يتفرجون على مقتلة الشعب السوري، فمن الطبيعي جدا أغلب العرب أم أغلب الأنظمة السياسية العربية؟ أغلب العرب للأسف باتجاهاتهم المختلفة، ربما البعض فقط وقف مع الشعب السوري، وهذا سيأتي يوم الشعب السوري يعني يطرح الموضوع بشكل واضح. لذلك أنا لو سألتني اليوم بقول لك الهوية الوطنية السورية أولا، وأنا أعتقد كي أصل إلى عروبتي فيما بعد ممرها هو الوطنية السورية الجامعة. طيب. كما مطلوب من المصري والجزائري وكل واحد. طيب. أريد أن أسأل الأستاذ فيصل في الكويت، يعني تحدث ضيفنا هنا عن مصادر القوة العربية وقال كثيرا في هذا الأمر، لكن قد يكون من المهم السؤال عن مدى إدراك العرب لمصادر قوتهم، لأن الوعي هنا قضية حاسمة في استعمال هذه القوة. هل يمتلك العرب نخبا وشعوبا ومؤسسات رسمية؟ هل يمتلكون القدر الكافي من الوعي بمصادر قوتهم أم هم في غفلة عن هذا؟ والله أنا عندي قناعة بأن المؤسسات الرسمية هي ليست من الأمة ولا 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 يهم هذا الأمر، يعني هي قاعدة تسير في مسار آخر ليس له علاقة بما يحصل. لكن بالنسبة للنخب الموجودة لا شك أنه داعي مصادر القوة، لكن المشكلة أول شيء أول هذه المشاكل هو الاختلاف، هناك اختلاف كبير، وبكل أسف يعني نحن نعالج بواهر المشكلة ولا نعالج المشكلة نفسها. يعني لما نتحدث قبل شوي شنو أزمة الأمة، هل هي أزمة تطلب سياسي أم أزمة تخلف فكري أو أزمة فكرية؟ حقيقة لا بد أن أول شيء نصل إلى المسبب الرئيسي لهذه الأزمة التي تمر بها الأمة، ثم نحاول أن نحل مشاكلنا. لا شك أن النخب تعد، نحن نعيش في مشكلة، ولكن كيفية أو نظرة هذه النخب لهذه المشكلة تختلف من فصيل إلى آخر، ولا شك أن هذا يؤخر حل هذه المشكلة. لكي نتقدم لابد أنه حقيقة نصل إلى تقارب بتحديد ما هي المشكلة لننتقل بعدها إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة. نعم. طيب أريد أن أسأل قبل أن أذهب إلى الفاصل أستاذ فيصل، يعني هل تتفق مع ما قاله ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله من أن الهوية
تتغير؟ يعني هوية العرب الآن لم تعد هويتهم كما كانت في السابق، يعني مثلا لم يعودوا عربا، لم يعودوا مسلمين، يعني أريد أن إلى أي مدى يمكن أن تتفق أو تختلف مع الأستاذ عبد الله؟ لا أنا والله أختلف معه بشكل كبير في مجال الهوية يعني. لا سؤالي معذرة، سؤالي معذرة لا يستغنى عنك، سأعود إليك أستاذ، السؤال للأستاذ حسام الشاذلي، سأعود إليك بعد قليل. تفضل أستاذ حسام. أيها. نعم، ربما يكون السؤال لك، إلى أي مدى تتفق مع ما قاله ضيفنا الأستاذ عبد الله من أن الهوية تتغير، الهوية ليست ثابتة، تتغير بتغير الوسائل التي تستعملها الشعوب؟ طبعا مع احترامي لرأي الأخ الكريم، طبعا الهوية لا تتغير أبدا، حتى عندما قامت الدول الأوروبية بالبحث على المبادئ الأساسية لتكوين المجموعة الأوروبية فهي نظرت للهوية، لأن الهوية هي الثقافة والكلتشر والبيئة والديانة والإسلام، فهي لا تتغير بأي حال من الأحوال. قد تتغير المصالح الاقتصادية، قد يكون هناك من التغير في تأثير التكنولوجيا على التعامل مع مقتضيات الأمور، لكن في الحقيقة هي الهوية لا تتغير. وعندما نريد أن ننظر إلى يعني الحل، يجب أن نرى بوضوح أن فكرة المثال ضربه ضيفك الكريم في بالهوية العربية، هذا ما تحدثت عنه، الهوية العربية ثبت بدون أدنى شك أنها لم تنجح، ولذلك يجب أن يعني يعود العرب إلى هويتهم الأصلية وأن يدرسوا التاريخ وأن يعلموا أنه كيف يمكن أن يعني يصل إلى مظلة تضمن التقدم الاقتصادي والسياسي والقوة، وكذلك في نفس الوقت المبادئ والأخلاق. لدينا مثال حي دكتور جهاد على موضوع الهوية. اليوم العالم كله يتحدث عن صفقة القرن وعما يفعله الكيان الصهيوني بالمنطقة العربية سياسيا واقتصاديا. في الحقيقة الكيان الصهيوني يبني كل مبادئه على هوية دينية واضحة. طيب. أو هوية صهيونية. أستاذ حسام، هوية إسرائيلية. أستاذ حسام، لو أذنت لي حتى لا نتوسع في موضوع الهوية وهو موضوع على أهميته لكنه هامشي في هذه الحلقة، اسمح لي أن أعود إلى الاستوديو الأستاذ عبد الله. يعني ما الذي يحتاج العرب إليه حتى ينهضوا من عثرتهم، حتى يغادروا ضعفهم مغادرة لا ضعف بعدها؟ بالأساس ما في شك العنصر الأساسي فيها هو أن يعني تتشكل دولنا على أساس تكون دول حديثة، دول مواطنيها الأحرار، يعني بمعنى أن تنبع سلطات بلادنا من شرعية ديمقراطية وانتخابات ديمقراطية، وتكون الحرية هي الأساس في تكوين هذه السلطات. هذه نقطة أساسية، لأنه من يدير عمليا مواردنا البشرية والاقتصادية هي السلطات القائمة. إذا السلطات لم تكن شرعية بالأساس تدير هذه الموارد بطريقة عشوائية كما نرى الآن في أغلب الدول العربية، كيف يمكن أن نستمد القوة؟ كيف يمكن أن نسترد قوتنا؟ لا، هذه عنصر. العنصر الآخر أن نبحث فعلا عن صيغ اتحادية، عن صيغ تضامن فعلي بين شعوبنا وبين دولنا، ولكن على أساس مش الأيديولوجيا ويعني الأفكار، على أساس المصالح والمنفعة. لكن هذه الأيديولوجيا والأفكار تحدث عنها مفكرون أمريكيون كبار، صامويل هنتينغتون في صراع الحضارات، وفرانسيس فوكويوما عندما حدث صدر كتابه نهاية التاريخ. لو أذنت لي سأعود إليك لأسألك عن هذا، لكن باعتبار أن الوقت صار ضيقا يجب أن أذهب الآن إلى الكويت لأسأل، منذ عقود والعرب من ضعف إلى ضعف ومن هوان إلى هوان، هل هذا قدرهم المحتوم أم أنه يمكن للعرب أن يقوموا من عثرتهم هذه؟ والله يا اخي انا اعتقد ان فكره والله تحرر الدول القطريه وما الى ذلك، الكلام هذا مو صحيح، والاستقلال صحيح، انما هي كل اللي حصل بعد قضيه اتفاقيه سايكس بيكو وما الى ذلك انهم اتوا باتباعهم لكي يديروا المنطقه حسب اهواءهم. اما والله قضيه انه حصل تحرر وبناء على نبني دوله حديثه وما هذا الشيء كله ما حصل وليس له اساس. يجب أن نفعل فكرة أساسية، يجب أن نحرر الإنسان لتتحرر الأوطان. حقيقة أن هذه السلطات السياسية أوغلت في إهانة الإنسان العربي، وأوغلت في تخلف الفكر عند الإنسان العربي
لدرجة أنه قبل سنوات كنت متبني موضوع اللي هو اتحاد الأكاديمية العرب، وزرت دول كثيرة عربية حتى وصلت إلى المغرب. الجميع الجميع بلا استثناء يشهد تدهور التعليم في هذه الدول. التعليم قاعد يتدهور الآن تدهور غير طبيعي بشكل يعني غريب. هذا التعليم من يتبناه؟ تتبناه السلطات الموجودة. زائد المصيبة أن البنك الدولي أصبح الآن هو قاعد يوجه التعليم لأبناء المنطقة. البنك الدولي قاعد البنك الدولي ما له مال هذه القضايا. يا أخي نحن لازلنا ندار من الخارج. المنظومة الدولية تدير المنطقة العربية بالكامل. لا يتوقع أحد أن هذه الدولة هناك دولة قطرية وبأنها تستطيع أن تستغل مواردها الاقتصادية أو أنها تقدم حلول. يا أخي كل ما نراه حقيقة مجرد أبراج. روح دبي وشوف. نعم أبشر بالأبراج، لكن كما قال مالك بن نبي لا يقاس المجتمع بمقدار ما يملك من الأشياء المادية، ولكن يقاس بمقدار ما يملك من أفكار. نحن الإنسان الآن الإنسان العربي حقيقة هو يعاني. أنت حتى تخرج من هذه الأزمة لابد أن نخرج الإنسان العربي من أزمته الحالية ليكون فاعلا في مجتمعه ويحرر أوطانه. نعم طيب. فلنحرر الإنسان قبل أن نحرر الأوطان. طيب أشكرك أستاذ فيصل. أريد أن ألتمس منك أستاذ حسام الاختصار في الإجابة لضيق الوقت. يعني كل ما قيل عن ضعف العرب وعن مصادر قوتهم وعن أسباب ووسائل امتلاك هذه القوة في كفة، وفي كفة أخرى هو إرادة امتلاك القوة. وقد يسأل سائل هنا، هل لدى العرب إرادة لامتلاك القوة اليوم؟ لا توجد إرادة لدى العرب لامتلاك القوة، بسبب أن العرب لا يوجد لديهم مجتمع ديمقراطي حقيقي يقوم بفرز وتطوير المهارات وتطوير الانتخابات بحيث يصل إلى السلطة أحسن الموجود، وليس في الحقيقة من لديه فقط القدرات المالية ولديه العلاقات أو من عائلة مالكة. فالحقيقة امتلاك هذه الإرادة له علاقة قوية جدا بما أسميه الفرز الديمقراطي، قدرة المجتمع على فرز وتطوير أحسن ما فيه وتطور العملية الديمقراطية فيما فيه خير المجتمع والناس. طيب أشكرك على التزامك باختصار. أختم معك أستاذ عبد الله، هل ألف العرب حالة ضعفهم وبات الاستمساك بالعدو البعيد لحمايتهم من العدو القريب عادة يألفها العرب؟ للأسف يعني القول العرب هيك بالمطلق، للأسف المسؤولية الأولى تقع على السلطات العربية. كثير من الشعوب العربية تدرك تماما أننا في وضع صعب، بمعنى أن الخارج هو الذي يقرر مستقبلنا. لماذا تفصل بين الشعوب العربية وبين الأنظمة السياسية العربية؟ لأنه بالأساس كما ذكرت سابقا أغلب السلطات العربية لا تنبع شرعيتها من شعوبها، لكنها تتفق معها في الأداء. لا تتفق عمليا ما نشهده من تحركات جماهيرية منذ سنة 2011 حتى الآن 2010. يعني 2010 في تونس ربيع الثورات العربية، وما نشهده الآن في السودان والجزائر، وما سنشهده في مصر وغيرها من الدول العربية الأخرى قريبا، تدل بأن شعوبنا العربية غير راضية عن هذه السلطة. يعني هذا يمكن تضع في سياق سعي العرب لامتلاك القوة؟ بالطبع لا شك. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكرام. معي في الاستوديو الأستاذ عبدالله تركماني الباحث في مركز هرمون للدراسات المعاصرة، وكان معي عبر سكايب من الكويت فيصل حمد الأكاديمي، وكذلك عبر سكايب من مدينة لوزن في سويسرا حسام الشاذلي مستشار سياسي واقتصادي دولي. كل الشكر لكم، في أمان الله.